خلينا بقى نتكلم برضو عن الحفل الفني اللي كان موجود، وشفنا احنا في الوقت اللي فات وعرضنا مع حضراتكم في بداية الأسبوع أجواء الاحتفالات برأس السنة واللي بتحرص كانت كل فروع النادي يعني على إقامتها للأعضاء. خلينا نشوف كمان جزء من الحفل ده من قبل هنا لجنة الشباب بالنادي الأهلي في أهلي بس مدينة نصر بمناسبة العام الجديد، ونرجع نكمل. النهارده احنا عاملين حفله لاعضاء النادي بمناسبه راس السنه الميلاديه. كل سنه وكل اعضاء النادي طيبين وكل جماهير النادي الاهلي، نتمنى ان شاء الله يقضوا سهره سعيده. احنا النهارده كان اختيارنا لفرقه جراما فن، هم احنا بما اننا لجنه شباب فهم معظمهم شباب وفي ناس كتير منهم اعضاء في النادي بلس ان هم اهلاويه، فاحنا كنا سعداء جدا بوجودهم معانا النهارده، وان شاء الله الناس كمان تبقى سعيده واصوات شابه واصوات جميله، وان شاء الله الناس تستمتع بالامسيه الجميله دي. احنا سعداء جدا ان احنا نقدم حاجه داخل النادي الاهلي، ده الحفل الاول لينا في النادي الاهلي ولكن رقم 26 لجراما فن، فاحنا عملنا في اماكن مختلفه لكن ده اول مره حفل لينا بقى داخل النادي الاهلي. طبعا كنا سعداء جدا لان احنا بنحب النادي الاهلي، فلما جالنا ان احنا نعمل حاجه في النادي الاهلي كنا سعداء جدا بده، كنا حاسين ان احنا فعلا هنقدم حاجه للنادي، فاحنا لينا كلنا اعضاء الفرقه كلها حاسين باحساس مختلف المره دي ان انت بتعمل حاجه لمكان انت بتحبه، فعاملين كل حاجه المره دي يعني بحب زياده عن اللزوم قوي. الحفله النهارده من ضمن حفلات احتفاليات الكريسماس وراس السنه، فاحنا حاولنا قدر الامكان يبقى البرنامج مبهج والمجموعه الاغاني اكترها مبهج، يعني ما بين طرب وما بين سلطنه وما بين حاجات فيها مقسوم شويه فيها حركه، يعني حاولنا تبقى مناسبه للاحتفاليه دي. حاجه بسطتنا جدا جدا لان احنا بالنسبه لنا حاجه مهمه قوي ان تبقى محطه من محطات تاريخنا الفني هنا جوه نادي كبير وعريق وليه تاريخ وجمهور سميع، فاحنا استعدينا قد ما قدرنا ولبسنا احمر واشرب. واحنا مبسوطين جدا الاعضاء موجوده ونتمنى ان هم يبقوا مبسوطين معانا، والحفله بمناسبه الكريسماس والنيو يير فاتمنى تنبسطوا معانا بجد.